طالما القصة فيها كرسي لونه أسود وجبت لكم باندا أسود بأبيض، يعني هيك كرسي اعتراف حسن. لا هذا ما له علاقة. لحظة، شفت من الخضة كلمة كرسي اعتراف، وقع الباندا يعني. ما على فكرة اسمها ميمي وهذا اسمه ميمو، يعني هذه عائلتي بالبيت. مرحبا فيكم حبايب بنت اللات سارة، كيفكم؟ اشتقت لكم كثير. وفيديو اليوم فيديو مشترك مع اليوتيوبر وسام زكي. السلام عليكم، شكرا حبايب، وياكم وسام زكي من قناة وسام زكي سوما، موجودة قناتي بالوصف بالدسكربشن، يحب يشوفها موجودة جوه. بها لو خيرك، بها تحديات، بها فلوقات، بها شي تريد منوعات. يا ميت اهلا وسهلا فيك يا وسام، يا متابعين وسام شرفتوني نورتوني. فيديو اليوم حيكون تحدي الاسئلة المحرجة مع وسام، 8 اسئلة حيسألني اياها على قناتي و8 اسئلة حسأله على قناته، وحنشوف مين رح يحرج الثاني اكثر. لما تشوفوا الفيديو تبعي بسرعة روحوا على قناة وسام، تحت لكم رابط قناة صندوق الوصف مع الفيديو اللي عملته فيه، شوفوا واكتبوا له انتوا مين حرجت اللات سارة ومين احرج الثاني اكثر. يعني معقول يحرجني وسام؟ معقول؟ خلينا نشوف. السؤال الأول، وأقول لسارة، هم فكرتي مرة تنتحرين وليش؟ يا ساتر، انتحار مرة واحدة يا وسام؟ لا الحمد لله، الحمد لله ما اجت الفكرة على بالي ولا مرة بحياتي فكرت كلمة أصلا انتحار. السؤال الثاني، أول تعليق شفتيه بقناتك على مقطع ضوجش حيل أو حسيتيه غريب وصدق يضوج؟ بصراحة أسوأ تعليق، ما فينا حدد أسوأ تعليق محدد لأنه مش تعليقات سيئة للأسف كتير، بس حابة أقول شيء، اللي بكتب التعليق بدل على اخلاقه سواء سيء او حسن. حلو، سؤال ثالث يا ساره، اقوى موقف محرج مر عليك؟ اقوى موقف محرج، الصراحه بمر علي مواقف كثير محرجه ما بعرف ليش يعني، بس كموقف محرج زي هاد رح اقول لكم اياه. كنت بالاردن الصيف الماضي، رحت على مسرح جرش، قلت لماما انه بدي اتسلق انا هيك يعني الحجار واطلع هيك على المسرح، ما شو صار في بالي يعني. فالمهم طلعت وانا بدي اطلع تفركشت فوقعت على رجلي فازيت اللي هو كاحل رجلي. طبعا انا العربي تبعي بتعرفوا مش ولا بد مش قوي كثير، فانا كل فكري الكاحل انه هو كوع، هو الكوع، انا فكري كوع يعني كاحل رجلي. ما كنت بعرف بالعربي كيف احكيها. فالمهم لما وقعت وكل شيء صرت اعرج على رجلي، كان في سكيورتي هناك ضباط الامن وعند الباب، لما طلعت لقوني بعرج فاجوني بسرعه قالوا لي انت دخلتي على المسرح كنت سليمه، طلعتي بتعرجي شو صار فيكي؟ وانا بتألم وبقول لهم لا معلش اصلا كوع رجلي متصاوب وقعت عليه فتأذيت. بحكي لي شو؟ وانا عم اشر على شو اللي هو الكاحل. فأنا بقول له كوع رجلي وأنا بأشر على الكاحل، فبقول لي هلا أنت شو اللي بوجعك؟ بقول له كوع رجلي. بقول لي أنا بعرف الكوع هون، شو جابوا لكاحل رجل؟ فصاروا كلهم يضحكوا علي، ماما واللي معنا والسكيورتي، بيقولوا اسمها اللي بتأشر عليه كاحل رجلك وهذا الكوع. وأنا وجهي صار أحمر وأخضر وأصفر، والله يا وريك شو صار في وجهي من كثر الإحراج. بقول له معلش معلش I can't speak Arabic so well. بقول لي خلص اوكي احكيها بالانجلش فما علينا يعني. فقلت له شرحت له، بعدها عرفت انه هذا مش اسمه كوع، اسمه كاحل وهذا الكوع. يا ساره، سؤال رابع يقول، كم مره صارحت شاب بحبه ورفضتيه؟ يعني لازم السؤال هذا يا وسام. اشوفه بسبب شغلي بالاعلام بمر علي مواقف كثير كثير بسبب الشغل، شيء طبيعي. نرجع لكم السؤال الخامس، شو يقول السؤال الخامس؟ شنو ردة فعل اهلك لما دخلتي على اليوتيوب؟ بصراحة اهلي هم سبب دعمي واصرارهم على اني ادخل مجال اليوتيوب، فالحمد لله لولا الله ثم اهلي انا كان ما كفيت وكان ما صرت اللي انا فيه هلا الحمد لله، اهلي هم سبب دعمي. سؤال سادس، شو يقول؟ مشهور تتمنين تتزوجي من هو؟ حبيت السؤال هذا على فكرة، اتزوج حدا مشهور. ما بتمنى اني اتزوج حدا مشهور معين يعني، بس بتمنى شغلة ثانية انه اصور فيديو مشترك مع شخص مشهور كممثل او مغني، ليش لا؟ ان شاء الله. السؤال السابع يا سارة، السؤال السابع يقول، شنو الهدف من مقاطع مالتك؟ تريدين مادة، تريدين ونسة، تريدين تقضي وقت، يعني شنو؟ الهدف من قناتي انه يستفيد الاجيال القادمة ويستفيدوا ايضا الاجيال السابقة، لانه بحب تكون فيديوهاتي كهي للمتعة والانبساط ايضا الاستفادة والارشاد. السؤال الثامن والاخير، سارة، هم تخلين ابنك يدخلون على اليوتيوب
لو لا ما بقدر احكم على ابني المستقبلي من الان شو حاب يصير، لانه كل انسان له طموحه وهدفه بالحياه غير الثاني. فاذا هو حابب وعنده الطموح والرغبه انه يدخل مجال مثلا يوتيوب او الاعلام بشكل عام، اكيد ما راح اوقف في وجه ابني المستقبلي او طموحه او ابنائي بشكل عام، اكيد راح ادعم. خلصنا، اخذ نفس طويل يعني. كتير استمتعت معك يا وسام بأسئلتك، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا أنتوا وحبيت الفيديو. أعطوني أقوى لايكات إذا حبيت الفيديو، إن شاء الله نعمل فيديوهات أكثر مشتركة أنا وسام. هذا كان الفيديو اليوم، ما بعرف إذا انحرجت، بين علي انحراج، اكتبوا لي بالتعليقات إذا بين علي انحرجت بعض الأسئلة. شكرا كتير، نورتوني وشرفتوني يا متابعين وسام زكي. إذا أنتوا جداد أول مرة تشوفوني، يمين أهلا وسهلا فيكم، زر أحمر هون سبسكرايب اضغطوا عليه تنضموا لحبايبنا مثل لا تسارى، وفعلوا جرس الإشعارات هون حتصل فيديوهاتي إلكم أول بأول، وما ضيعوا أي جديد عليكم أنا بنزله. وبحب أذكركم موضوع مسابقة 100,000 مشترك لسه شغال لمدة 10 أيام للسحب، لتكونوا أنتم من 12 فائز تيشيرتات ومقات سنتي شو. نفس الشروط بنهاية الفيديو بتوريكم إياها للتذكير حتى تكونوا أنتم من الرابحين إن شاء الله. ولا تنسوا تشوفوا شو أنا سألت وسام من أسئلة محرجة، تركت لكم رابط قناته والفيديو بصندوق الوصف، روحوا شوفوه وشوفوا أنا كيف أحرجته. أنا بحبكم كثير، بشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي مع فيديو جديد. Bye!